موجز لهم واخر الانباء، اهلا بكم. افاد مراسل في مدينه درنا الاثنين بسقوط عدد من الجرحى من بينهم طفله. جرى تحطم زجاج عدد من المباني والمحال التجاريه عقب 3 غارات شلتها طائره بدون طيار على احياء في المدينه. وتشهد المدينه منذ الصباح الباكر اشتباكات مسلحه في حي الساحل الشرقي بالمدينه عقب محاوله تقدم لقوات حفتر من حي 400 ومنطقه عين بنت، وتسبب القصف بانقطاع تغطيه لبيانا والمدار. أعربت منظمة الشاهد للحريات العامة وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الحصار الذي تتعرض له مدينة درنا، والذي أدى إلى منع سكان المدينة من الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية الطبية والغذائية. واعتبرت المنظمة في بيان تحصلت قناة طناسة على نسخة منها، اعتبرت أن المدينة درنا مهددة بكارثة إنسانية تطال سكان المدينة الذين تجاوز عددهم 130,000 نسمة جراء القصف العشوائي والذي لم يتوقف أبدا حتى في شهر رمضان المبارك. بارك مفتي الديار عام ليبيا فضيلة الشيخ الدكتور الصادق الغرياني توقيع ميثاق الصلح بين تورغاء ومصراتة. وقال فضيلة المفتي في كلمة له بثت على قناة طناسه أن هذا الإنجاز أتى بعد معاناة وصبر طويل، فعليكم الثبات عليه مهما كلفكم الأمر. وطالب المفتي الأطراف بالانحياز إلى الوطن والتنازل من أجله، داعيا كل الليبيين لسلك نهج المصالحة على أساس العدل، وأن يبين من خلالها الحقوق ويمكن أصحابها منها. أعلن المجلس البلدي مصراتة ترحيبه بعودة أهالي تورغاء إلى مدينتهم منذ لحظة توقيع الاتفاق وفق ترتيبات أمنية ولوجستية المقررة بموجب ميثاق صلح بين المدينتين، داعيا في بيان له الأحد بعد مراسم توقيع الميثاق المصالحة بين الجانبين المجلس المحلي تورغاء إلى مباشرة مهامه من داخل بلدة تورغاء. وأعلن المجلس البلدي مصراتة في بيانه ترحيب أهالي مصراتة بدخول أهالي تورغاء من النازحين المقيمين في قرارة القطف إلى دخول مدينتهم منذ اللحظة بعد تأمين عودتهم عودة آمنة. أكد رئيس المجلس المحلي تورغاء عبد الرحمن الشكشاك أن المدينة مفتوحة من الآن لأهلها، وأن الأهالي في مخيم قرارة الطف سيدخلون الاثنين إلى مدينتهم، مضيفا أن الاتفاق به لبعض الملاحظات سيتم إعادة النظر فيها من الطرفين. من جانبه أشار عضو مجلس الصلاح عن مديرة مصرات إبراهيم الضراط إلى أن هناك خطوات عملية بجانب الاتفاق ستتخذ من بداية يوم الاثنين، وأن هناك مصالحات على مستوى عال في ليبيا، مطالبا بعدم الاستماع لأصوات الفتن وإثارة النزاعات بين الليبيين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.